سي احمد المغوسي، مساء الخير، مرحبا بك في موقع البطوله كوم. احمد المغوسي، اعطينا التعريف ديال احمد المغوسي للناس اللي. احمد المغوسي مصارع دولي، بطل افريقيا وبطل العرب، وحصل على بطوله في المغرب لعده سنوات وعلى مختلف الاوزان في المصارعه، وحاليا اعمل التقنية والتحكيم بالجامعة، وكذلك نائب كاتب عام للجامعة، الجامعة المغربية للمصارعة الممثلة. السي أحمد المغوسي، التظاهرة ديالهم فاش تجي؟ تطبيقا للبرنامج الوطني الذي أعدته اللجنة المركزية للتقنية والتحكيم، نظمت اليوم يوم الأحد 4 يوليو 2011 البطولة المغربية للمصارعة لفئة الشبان ذكورا وإناثا في المصارعات التالية: المصارعة اليونانية الرومانية، وكذلك المصارعة الحرة، ثم المصارعة النسوية. واليوم عرفت تميزت هذه البطولة بمشاركة 87 مصارع ومصارعة تنافسوا يعني في تقريبا 105 مقابلة أو نزال تباروا من أجل الاحتلال للمراتب الأولى، وذلك حتى يضمن كل بطل ورقة التأهل إلى يعني ورقة الحصول على موقع ضمن النخبة الوطنية التي سوف تشارك في فعاليات البطولة الإفريقية المزمع تنظيمها خلال الشهر القادم إن شاء الله في الديار الجزائرية. وبهذه المناسبة حضر خلال هذا اللقاء أو هذه البطولة الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية، وكذلك مدربي المنتخبات الوطنية، على أمل اختيار أجود عناصر لتمثيل بلادنا في هذا المحفل القاري. وتميزت المقابلات بالندية والقوة الشديدة فيما بين المصارعين، خاصة نذكر منها وزن 66 كيلوغرام الذي عرف يعني منافسة شرسة ومنافسة قوية بين المصارعين، خاصة على أن هذا الوزن يضم من بين يعني من بين مصارعين يضم مصارعين يعني ذو مستوى تقني عالي. ولهذا تميزت هذه النزالات بالندية كذلك. وكذلك نلاحظ رغم كثرة المقابلات، فهنا لابد من الشكر الجزيل للمنظمين الذين سهروا على باش يكون المباراة انها تمر في اجواء رياضية بدون ان يقع اي مشكل من الاسم. وكذلك هناك الحكام قاموا بمهام جعلت او اعطت لهذه البطولة شوق من خلال احتكام القوانين وتطبيقها بأرحف، يعني قوانين اللعبة الدولية. سي احمد المغوسي، بالنسبه للالعاب الاولمبيه، ما نصيب الفريق الوطني في المشاركه في الالعاب الاولمبيه؟ هو كتعرفوا بان يعني الوزاره عملت واحد يعني محطات من اجل المشاركه في الالعاب الاولمبيه، فكنعرفوا بان المصارعه يعني باش توصل الالعاب الاولمبيه وتضمن بعض المقاعد في الالعاب الاولمبيه، فهناك المرور من عده مراحل، اولها البطوله الافريقيه. المفروض ان البطل يعني بطل اللي يحتل المرتبه الاولى او بطل افريقيا يكون مؤهلا مباشره الى الالعاب الاولمبيه في الوزن اللي فاز به. بالاضافه لذلك هناك دوريات دوليه، وهذه الدوريات الدوليه يشارك فيها يعني جميع المصارعين على المستوى الدولي، وهي اصعب ما يمكن على ان الابطال المغاربه انهم يحصلوا على مقعد من خلال هذا البطل، لانك تعرف واحد المنافسه قويه فيما بين المصارعين الاقوياء من جميع الدول على مستوى العالم. سي احمد المغوسي، كنت مع البطوله كوم وتنشكرك على هذه الاستضافه. شكرا، هذه مناسبة كنشكركم السي مصطفى والسي ايام المصور الصحفي ديالنا، وكنشكركم على المجهودات الجباره التي تقومون بها من اجل يعني رقي هذه الرياضه، واش عندكم يعني شان جميع الرياضات الذين تسعوا الى ابرازها من خلال هذا الموقع الالكتروني واللي
الذي لقي يعني إقبالا كبيرا من طرف جميع الرياضيين على مستوى على مختلف الأنواع الرياضية. ونشكركم جزيلا الشكر.